المفوضية تفند نشر شروط الترشح لمنصب الرئيس وتؤكد عرضها فور تجهيزها من قبل البرلمان. في غلاسكو اسكتلندية الملف الليبي كان حاضرا ورؤساء الدول أكدوا على ثوابت المرحلة القادمة. هذا الشهر جلستان خاصتان بالملف الليبي يعقدهما مجلس الأمن الدولي. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة ليبيا روحها الوطن وتتابعون أيضا. تعهدات لدول الجوار الجنوبي بالتكفل بإخراج المقاتلين التابعين لها داخل ليبيا أبرز ما أنتجته مفاوضات القاهرة العسكرية. فندى عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير شروط الترشح للرئاسة التي ظهرت على الموقع الإلكتروني مؤكدا أنها نشرت بالخطأ. وقال بالخير في تصريح تلفزيوني أن هذه الشروط قديمة وقد سحبتها المفوضية من موقعها الإلكتروني، وأكد أن إعلان شروط الترشح سيتم حال وصول القوانين إليها من مجلس النواب. هذا وخلص اجتماع وفد من وزارة الاتصال والشؤون السياسية مع مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس حول متابعة عمل وسائل الإعلام الليبية خلال الفترات الانتخابية، خلص إلى التنسيق لإبرام اتفاقية لإنشاء فرق رصد ليبية تبدأ عملها برصد الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعية والبصرية. هذا واتفق الطرفان على دعم الوسائل الضرورية لاستقبال وتخزين البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمشرفين على عمل وحدة الرصد وتدريب الصحفيين الليبيين على خصوصية التغطية الإعلامية في فترة الانتخابات. إلى ذلك بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال اجتماعه مع سفراء الدول المتاحة والداعمة أو المانحة عذرا والداعمة لتنفيذ انتخابات 24 من ديسمبر المقررة نهاية العام الحالية. بحث دور المجتمع الدولي وترتيبات إجراء ذلك الاستحقاق لضمان جاهزيته ونجاحه بلا عرقلة. تفاصيل اجتماع المفوضية مع سفراء الدول الداعمة نتابعها في هذا التقرير. 51 يوما تفصلنا عن مشهد سياسي جديد سيرسم على خارطة ليبيا من بداية السطر ومن تحت الصفر. ستنطلق ليبيا نحو انفراجة سياسية لم تعشها منذ أعوام عديدة، فمعاناة البلاد من الأوضاع القانونية والأمنية والسياسية التي مرت بها لا شك أنها كانت معقدة واستثنائية، تحتاج مزيدا من الدعم الدولي للدفع باتجاه إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر. وعليه فقد استعرض رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح خلال اجتماع موسع مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفير الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سفراء دول فرنسا وإيطاليا وهولندا وكذلك رئيسة المكتب السياسي لسفارة بريطانيا، إلى جانب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وسفير ألمانيا والقائم بالأعمال في سفارة اليابان. الذين حضروا عبر التواصل المرئي. استعرض السايح دور المجتمع الدولي الداعم لليبيا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، فضلا عن آخر ترتيبات العملية الانتخابية وفق التطورات السياسية المستجدة ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاق القادم في 24 من ديسمبر.
من جهتهم ثمن الحضور مساعي المفوضية لمراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدين على تواصل دعمهم لتلك المساعي وصولا لإنجاز الانتخابات في ليبيا، فيما أشاد السائح بجهود المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة ترضى عنها جميع الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة. لا شك أن انتخابات ديسمبر في البلاد قد أخذت حيزا كبيرا من أجندة الكثير من الدول الغربية تجاه ليبيا، التي صرحت بشكل مباشر بضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للخروج من المأزق الذي علقت به ليبيا لسنوات طويلة. وبغض النظر عن مصالح تلك الدول بذلك الدعم تجاه ليبيا، تبقى انتخابات 24 من ديسمبر مطلبا شعبيا خلق زخما إيجابيا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميكائيل بوغدانوف للمبعوث الأممي يانكوفيتش خلال مكالمة هاتفية أمس، أكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد. وقال بوغدانوف بحسب وزارة الخارجية الروسية إن الانتخابات يجب أن تجرى وفق قرارات مجلس الأمن لضمان وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، فيما بحث الطرفان التحضير لمؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا في 12 من نوفمبر الحالي. أكد نائب وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكورية يو سيونغ إيباي دعم بلاده التام للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان بوجناح وعدد من المسؤولين. وأشار سيونغ باي إلى أن ليبيا تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا يساعد في عودة سفارة كوريا الجنوبية لاستئناف عملها مباشرة من طرابلس وافتتاح القسم القنصلي خلال الأيام القادمة لتسهيل منح التأشيرة الكورية للمواطنين الليبيين. أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن أمله من الدول المشاركة في قمة المناخ كوب 26 الوفاء بوعودها فيما يخص التغير المناخي بشأن العالم أجمع وليبيا خاصة. وأوضح في كلمته أمام القمة الملتئمة في غلاسكو أنه بعد تولي الحكومة عملها تم استحداث وزارة فيها تعنى بقضايا البيئة بسبب إهمال هذا الملف المهم والذي تدهور بعد كل الحروب والتغيرات السياسية. من جهته قال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الملف الليبي وإجراء الانتخابات كان حاضرا في كل المناقشات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة المناخ. وأفاد راضي بأن السيسي ناقش الملف الليبي مع عدد من المسؤولين الدوليين الذين أكدوا على ضرورة الالتزام التام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها وخروج الأجانب والمرتزقة واحترام إدارة أو إرادة الشعب الليبي الحر وبداية الانطلاق إلى مستقبل جديد لليبيا. يشار إلى أن مدينة غلاسكو احتضنت فعاليات المؤتمر 26 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 والذي يعلق عليه خبراء المناخ كثيرا من الأمال لتجنب السيناريو الأسوأ لمناخ الأرض في المستقبل. ليبيا كانت حاضرة في المؤتمر من أجل مناقشة وضعها المناخي وكذلك أوضاعها السياسية. تقرير يرصد لنا أهم ما تمت مناقشته في مؤتمر كوب 26 نتابع. تتجه أنظار العالم هذه الأيام إلى مدينة غلاسكو لانعقاد قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 26 بحضور أكثر من 120 من قادة العالم المجتمعين من أجل المشاركة في هذه القمة والتي ستستمر لمدة أسبوعين. ليبيا التي تعاني هي كذلك من مشاكل بيئية تفاقمت في الآونة الأخيرة إثر الحروب والنزاعات السياسية
ما أدى إلى تدهور حالها لكي تصبح شبيهة بالبلدان الغارقة مجرد أن يطرق الشتاء الباب. ومن هذا المنطلق شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في هذا المؤتمر لمناقشة مناخ ليبيا، ولكن مع اقتراب التاريخ الموعود لتغيير مسار ليبيا بالكامل ليس فقط مناخها، فتح ملفها الشائك ألا وهو إنجاح انتخابات 24 ديسمبر، وإلى ماذا وصلوا في التحضير للانتخابات. ومن هذا المنطلق التقى الدبيبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر، وتناولا الحديث عن المستجدات السياسية في ليبيا وإلى أين وصل التحضير لانتخابات 24 ديسمبر، حيث جدد السيسي حرصه على إنجاح الانتخابات كونها النجاة والأمل للليبيين ودول الجوار. كما التقى الدبيبة أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وناقشا عديد الملفات المتعلقة بالشأن الليبي دون توضيح مزيد من التفاصيل. وفي الحديث عن المؤتمر قال رئيس الحكومة إنه يسعى للعمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل للمساهمة في معالجة التغير المناخي، مشيدا بجهود الحكومة البريطانية ومنظمة قمة المناخ في غلاسكو لاستضافة الحدث العالمي. وغرد الدبيبة عبر حسابه على تويتر: نشكر منظمي COP26 وحكومة المملكة المتحدة على استضافة هذا المؤتمر الهام، مضيفا أن التغير المناخي قضية غاية الأهمية في وقتنا الحاضر، ونحن عازمون على إيجاد حلول طويلة الأجل. هل مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر سيغير فعلا من مناخها في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها الليبيون، أم أنها زيارة قوية إلى جانب أهم قادة العالم فقط، ومن ثم يركن هذا الملف مثل كل عام إلى أن ينتهي الشتاء ويأتي مؤتمر آخر ونشارك ويركن الملف من جديد؟ يعقد مجلس الأمن الدولي جلستين خاصتين بالملف الليبي في شهر نوفمبر الجاري، هذا ومن المقرر أن تبحث الجلسة الأولى مهام بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا وانتخابات ديسمبر ودور المراقبين الدوليين وخطط سحب القوات الأجنبية من البلاد، فيما ستكون الجلسة الثانية مخصصة للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. التفاصيل في التقرير التالي. يشغل الشأن الليبي هذه الأيام الرأي العام المحلي والدولي، كيف لا ونحن على بعد أقل من شهرين على موعد انتظره الليبيون لعقد كامل ويزيد من الانقسام السياسي والتخبط والتشتت في القرارات الحكومية، ولأن وضع البلاد مختلف عن غيرها من البلدان من حيث سرعة البت بإنجاز القوانين التي تمهد للانتخابات وما يعتري هذا الأمر من خلافات بين مؤسسات الدولة، ناهيك عن واقع أمني ليس مستقرا بوجود قوات أجنبية ومرتزقة لها أطماع لا تنتهي من هذا البلد صاحب الثروات الغنية، ما قد يعكر صفو الاستحقاق القادم وهو ما ترفضه كل الأصوات الوطنية. جهود دولية لا تتوقف لحسم الجدل الحاصل ووضع الأمور في نصابها بما يتعلق بانتخابات 24 ديسمبر وتطهير ليبيا ممن يقبعون خلف بنادقهم لانتهاز أي فرصة لزعزعة الأمن والاستقرار والحصول على مآربهم. هذا التحشيد الدولي يتمثل بجلستان خاصتان بالملف الليبي يعتزم مجلس الأمن عقدهما الشهر الحالي. وبحسب جدول أعمال المجلس الذي نشره على موقعه الرسمي فإن الجلسة الأولى ستخصص لمناقشة مهام بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا وانتخابات ديسمبر ودور المراقبين الدوليين خلالها بالإضافة إلى خطط سحب القوات الأجنبية من البلاد. أما الجلسة الثانية فستكون خاصة بالمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة في اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موجهة إلى نجل القذافي سيف الإسلام. نوفمبر الذي سيضم في نصفه الأول جلسة المجلس الأولى بينما ستعقد الثانية في نصفه الثاني، يأمل الليبيون والمهتمون بسلامة ليبيا وتجنيبها العودة إلى المربع الأول أن يكون لطيفا وأن يحمل في أيامه فسحة من الفرج ونوعا من التوافق بين سياسي هذا البلد للوصول به إلى بر انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها 24 ديسمبر.
أكدت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعها بالقاهرة أمس أن ممثلي السودان والنيجر وتشاد أبدوا استعدادهم التام للتنسيق الذي يكفل خروج كافة المقاتلين التابعين لهم من ليبيا. وجاء في البيان الختامي تأكيد دول الجوار الجنوبي المشاركة في اجتماع القاهرة على التعاون مع اللجنة العسكرية للعمل على عدم عودة المقاتلين مجددا في ليبيا بما يحول دون زعزعة استقرار أي من دول الجوار. وحول اعتقال الصحفي صدام حسين الساكت، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن أسفها لقيام السلطات الأمنية بذلك الاعتقال أثناء تغطية الساكت للأحداث في محيط مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بطرابلس يوم 23 من أكتوبر الماضي. المنظمة وفي بيان لها حثت السلطات الليبية على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، كما دعت السلطة التشريعية لاعتماد توصية خطط عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. ضبطت الدوريات الأمنية لوزارة الداخلية عددا من التوصيلات العشوائية على خطوط نقل مياه النهر الصناعية، كما أغلقت مجمعات مياه تعبأ عن طريق هذه التوصيلات. هذا وشارك في الحملة فرع إدارة إنفاذ القانون بطرابلس رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعية. وزارة الداخلية أفادت بأن الحملة مستمرة لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية التي تسببت في ضعف تدفق المياه إلى العاصمة وباقي المدن. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 499 إصابة جديدة بكورونا، في حين توفي 17 آخرون خلال الساعات 24 الأخيرة، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 358463 حالة، والوفيات إلى 5139 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد. فيما نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على الفيسبوك التوزيع الجغرافي للإصابات أو لإصابات كورونا الجديدة في البلاد، مبينا أن العاصمة طرابلس وصلت حصد أعلى الإصابات اليومية بتسجيلها 130 حالة من إجمالي 499 جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، فيما توزعت باقي الإصابات على مختلف مدن ومناطق ليبيا وضواحيها. لكم هذا المخطط. من جهته أصدر وزير الصحة علي زناتي قرارا بإنشاء مخزن للطوارئ بمنطقة جورجي بمدينة طرابلس حسب ما نشرت صفحة الوزارة. وبحسب القرار يختص المخزن بالمستلزمات والأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا والأزمة الطارئة الأخرى. حذر رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران من موجة فيضانات محتملة قد تتأثر بها بلديات الجبل الأخضر الفترة القادمة، مضيفا أن ما حدث الأيام الماضية في بلديات جردس والساحل يبعث بإنذار واضح.
ودعا عمران اليوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الاستعداد على وجه السرعة لمواجهة خطر الفيضانات وتداعيات الأزمة وتحمل مسؤولياتها تجاه المناطق التي تتعرض للأمطار، مشيرا إلى أن الاستجابة لا يجب أن تشمل فقط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل أيضا توفير المعدات مثل سيارات نزح المياه وآليات الحفر والجرف، حسب تصريح نشره موقع البرلمان. انتقدت نقابة الأطباء تعامل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع دعوة الإضراب الشامل التي أعلنت النقابة عن الدخول فيها الأحد القادم نتيجة عدم تلبية المطالب المشروعة بتحسين الأجور أسوة بقطاعات حكومية أخرى. وأعربت النقابة عن أملها في أن تراجع الحكومة موقفها وتتعامل بجدية مع مطالب الأطباء والطواقم الطبية المساعدة، محملة في الوقت نفسه الحكومة مسؤولية أي ضرر أو أضرار تحدث مع قفل كافة المرافق الصحية المختلفة في البلاد. نظم مركز مصرات التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية وقفة بمقره الكائن بمنطقة الغيران، احتجاجا على توقف الشركة المنفذة للمشروع أو لمشروع عن العمل وهي في مراحلها الأخيرة من البناء وتجهيز، وعدم استكمال المبنى الجديد، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل السريع لاستكمال المركز بهدف تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين في جميع المدن والمناطق. المطالبة باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لحل كافة المشاكل العائقة أمام استكمال المراحل الأخيرة في تنفيذ مشروع مركز القلب وملحقاته العلاجية والخدمية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في الإنجاز من إجمالي العقود المبرمة مع الشركات المنفذة للمشروع، والتي أعلنت عن توقفها عن العمل منذ 3 أشهر بحجة عدم تسوية مستحقاتها المالية، علما بأنه تم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة وتزويدها بالمراسلات والمذكرات التوضيحية بالخصوص. إن الاحتياج لهذا المركز بالدولة الليبية يعتبر ملحا، وذلك بقدرة هذا المركز على علاج الأزمات القلبية والذبحات الصدرية. في الفترة هذه يعني توقفت الشركات بحجة عدم حصولها على جزء من مستحقاتها المالية، وحاولنا طبعا وتواصلنا مع جميع الجهات ذات العلاقة وزودناهم بمذكرات توضيحية ومراسلات، ولكن دون جدوى. انتظمت بمدينة سبها ندوة علمية لطبيبات النساء والولادة حول آخر تحديثات العلاجات المقدمة في هذا المجال، وأيضا حول حماية صحة الحوامل في زمن الوباء. كما قدمت الندوة عددا من الإرشادات العلمية الحديثة حول الرعاية الصحية التي يجب أن تقدم للمرأة حتى تضع مولودها. المزيد في سياق التقرير التالي. الحفاظ على صحة النساء الحوامل مجال تتعزز أهميته في زمن الوباء، خاصة مع انتشار العديد من الأمراض التي تؤثر على صحتهن. هنا تتواصل ندوة علمية للأطباء لتعريفهم بتحديثات علاجية مختلفة. عندنا محاضرة تثقيفية فيما يخص اليوترو فبرويد أو اللحميات اللي هي اللي فيها اللي بتصيب الرحم. والمحاضرة التثقيفية تضم المحاضرة كل العناصر الطبية اللي هي ما يخص دكتورات النساء، وما فيش حاجة اسمها أني نلجأ للطب البديل بدون أيش اللي هي استشارة الطبيب، فالطبيب هو الأول اللي يحدد نوع العلاج المستخدم. يشرف الطبيب الشاب مجد الدين على هذه الندوة العلمية، والتي تهدف لتعريف طبيبات النساء والولادة في سبها على آخر تحديثات الأدوية والعلاجات التي يمكن أن تقدم للنساء بحسب متطلبات كل حالة. ندوة علمية على طبعا اللحمية، على بعنوان اللحمية في المبيض أو اللي هي ترانفايبرويد. عدم توضيح باستمرار أو تعريف بالأصناف، هذا يعتبر طبعا اللي هو العائق الرئيسي، لأن طبعا أغلب الأطباء سمعين بالأدوية لكن ما يعرفش هو علشان يشتغل بالضبط الدواء أو يعني تركيبته الفعلية ودواعي الاستعمال يعني، وكذلك الجرعات أو اللي هو طبعا احنا بالمصطلح الطبي الدوز متاع الدواء وكم المدة متاعه وكم يعني يبدأ يعطيه للمريض، فهذا يعتبر يعني العائق الرئيسي للطبيب يعني.
تحاول طبيبات النساء والولادة بالجنوب الاطلاع دوما على آخر ما توصل إليه العلم في مجالهن، ولعل ذلك ينعكس إيجابا على آلية التعامل مع الحالات والعلاجات المقدمة لكل امرأة. لقناة ليبي عبد المنعم جهيم، سبها. نشرتنا مستمرة وفيها فاصل بعد الفاصل القصير. تسوية مرتبات المهجرين المالية على طاولة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد. بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بخزام في اجتماع مع وزير المالية خالد المبروك تسوية أوضاع المهجرين ومشاكلهم، وناقش الاجتماع صرف مرتبات المهجرين وسبل التعاون بين الوزارتين لحل هذه الإشكاليات. هذا وتم الاتفاق على آلية عمل وفق إجراءات إدارية ومالية بين الجهات الحكومية لتمكين المهجرين من سابق أعمالهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية. أصدرت وزارة المالية تعميما بأنها ستحجب مخصصات الربع الرابع عن جميع الجهات التي لم تلتزم بإحالة حساباتها الختامية إلى الإدارة المختصة بالوزارة. التعميم الذي وجهته الوزارة للوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات وكافة الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة طالبت فيه بإحالة الحسابات الختامية عن السنوات السابقة والحساب الختامي عن الربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية التجارية إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية. بحضور عضو المجلس البلدي ومندوب صندوق دعم الزواج بمحلة الغزاية ببلدية الحوامد، تم تسليم ثاني دفعة من صكوك دعم الزواج للشباب، حيث بلغ عددهم نحو 200 شاب وشابة. بدوره أوضح منسق صندوق دعم الزواج بالبلدية أن هذه هي الدفعة الأولى التي قد تم استكمالها أو استكمال إجراءاتها من الصندوق، وسيتم تسليم باقي الدفعات المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لبلدية الحوامد في حدود 202 صك، تم توزيع الدفعة الأولى 52 صك في الأسابيع الماضية، وحاليا بادئين في عملية تسليم في حدود 150 صك. قمنا بتوزيع 80 صك في بلدية في محلة الغزاية، وجاري التسليم طبعا في الأيام القادمة إلى محلة الحوامد ومحلة أولاد محمود. وزع صندوق الزواج ببلدية زلطن صكوك منح الزواج على 154 شابا وشابة، وذلك بحضور عميد البلدية وعدد من أولياء الأمور، وذلك بمقر كلية الموارد البشرية بالمدينة. اليوم في بلدية زلطن تم تسليم عدد 174 صك بين الرجال والنساء، ولله الحمد تمت مراسم التسليم بحضور شخصي للطرفين سواء كان من الذكور والإناث. قسمنا هذه المرحلة لمرحلتين، المرحلة الأولى تسليم الصكوك للرجال، والمرحلة الثانية تسليم الصكوك للنساء مع تواجد العنصر النسائي في مراسم التسليم والاستلام.
أفادت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها للعام الماضي عن عدد من الملاحظات الخاصة بملف المالية والاستثمار، حيث كشفت قصورا وخسائر في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، منها التأخير في تسوية أوضاع بعض مساهمات المدرجة تحت التصفية والمجمد نشاطها. المزيد من الملاحظات حول قصور الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في هذا التقرير. القصور والخسائر وضعف الأداء في أغلب مؤسسات الدولة والتي يقوم بها العديد من العابثين والطامعين في ظل الأزمات المتتالية عليها هي سمة جل تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، والذي أثر وسيؤثر على البلاد التي عانت من الفساد لسنوات عديدة. فمن ضمن المؤسسات التي ذكرتها هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لسنة 2020 الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، حيث بيّنت أن هناك قصوراً وخسائر من حيث التأخير في تسوية أوضاع بعض المساهمات المدرجة تحت التصفية والمجمد نشاطها، وتعاني ضعفاً في الأداء، بالإضافة إلى منح قروض دون تحصيل أصولها والفوائد المترتبة عليها. التقرير أشار إلى ضعف تحصيل القروض وأرجعه إلى قيام الشركة بمنح الكثير من القروض للشركات التابعة والحليفة، حيث تلجأ إدارة الشركة إلى رسملتها في غالب الأحيان وقصور في متابعة وتحصيل القروض الممنوحة للشركات التابعة لها، إذ أن معظم القروض متعثرة وبعضها الآخر مستحقة منذ سنوات سابقة. أما بخصوص عجز تمويل بعض الاستثمارات، فقد أشار التقرير إلى عجز الشركة عن تمويل بعض الاستثمارات، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق عوائد مالية من هذه المساهمات وتكبد بعضها الآخر خسائر لسنوات متتالية. هذا وأوضح التقرير عدم السيطرة على بعض الاستثمارات مثل مستشفى فرسان الصحراء التخصصي الذي لم يحقق أي عوائد، مع وجود معوقات في تعامل المالك السابق للمستشفى وعدم قيامه بإعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى رفض نقل ملكية الأرض إلى الشركة رغم إدراجها ضمن أصول الشركة بالقوائم المالية. كذلك بيّن التقرير بأن الشركة تقوم بإدارة محفظة استثمارية لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي بلغت قيمتها أكثر من مليار دينار في عام 2019، في ظل عدم وجود اتفاقية مبرمة لإدارة الشركة للاستثمارات الخارجية لهذه الاستثمارات المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار. التقرير نبه أيضا إلى عدم التزام بعض الشركات التابعة بتعليمات الشركة الأم فيما يخص إبرام عقود عمل محلية جديدة وإنهاء المبرم منها، والتي لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها. ولم يكتف التقرير عند هذا، بل انتقل إلى تقييم مجلس إدارة الشركة، إذ كشف عن تسمية المؤسسة بشخص متقاعد عن العمل كرئيس لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن ضعف أداء المدير العام ومجلس الإدارة في إيجاد الحلول المناسبة للاستثمارات المتبعثرة أو ذات الأداء الضعيف لسنوات طويلة عرض بعضها لتضارب المصالح وعدم توفير أبسط قواعد الحوكمة والاستقلالية. ففي ظل غياب الرقابة والمتابعة وضعف أداء مجلس الإدارة في وضع سياسات وخطط من شأنها توظيف أموالها بأسلوب اقتصادي، ما أدى إلى تكبد بعضها خسائر عن نشاطها لسنوات متكررة. استضافت بلدية جاد الاجتماع التقابلي لعمداء بلدية الساحل الغربي وجبل نفوسة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق بينها لمناقشة الصعوبات التي تواجه سير عملها، إضافة إلى بحث سبل معالجة المختنقات التي تعانيها في ملفات المياه والصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية. هذا كما تناول الاجتماع قانون نقل الاختصاصات إلى البلديات ودعا إلى الإسراع في نقلها، فيما تم الاتفاق على تأسيس تنسيقية تضم بلديات الساحل وجبل يكون من مهامها العمل على حل كافة المشاكل التي تعيشها هذه البلديات. بإذن الله تعالى أنشأنا تنسيقية لعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للذهاب للحكومة والمطالبة بحقوق هذه المنطقة وتحسين ظروف الحياة في هذه المنطقة الهامة في ليبيا. بإذن الله تعالى سنشرع فيها اعتبارا من يوم الغد بإذن الله تعالى.
كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك نحاسية ذات ضغط منخفض بطول 750 مترا من محطة جاهزة بدائرة توزيع حي الأندلس بالعاصمة طرابلس. الشركة وبحسب صفحتها الرسمية لفتت إلى أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية تؤرقها في العديد من المناطق من قبل مجهولين همهم المال وزيادة معاناة المواطنين، داعية الجهات المختصة إلى التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة. وصلت إلى ميناء بنغازي البحري اليوم أكثر من 600 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية. وقال المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات جراند وعلى متنها 605 مركبات ما بين سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية. أطلقت القاعة الرياضية في طرابلس فعاليات المعرض الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة ومشاركة عربية ودولية. المزيد في التقرير التالي. الاقتصاد الليبي، نرحب بالحضور. يتوجه مزيد من الشباب نحو بدء مشاريع صغيرة سعيا لتحقيق طموح الاستقلالية الشخصية والمالية، ويجدون أمامهم جملة من التحديات والصعوبات إن أرادوا الشروع بعمل تجاري صغير ناجح، بدءا من فكرة المشروع ومرورا بدراسة الجدوى وصولا إلى التسويق والمبيعات. ولهذا تقام معارض لدعم هذه المشروعات وتقديم الخطط لتنفيذها، حيث افتتح معرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالقاعة الرياضية في طرابلس بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبو جناح ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وعدد من رجال الأعمال والباحثين والمهتمين. ويستمر المعرض حتى يوم الخميس القادم. المعرض جاء بتنظيم من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة وبمشاركة العديد من الشركات والمصانع المتخصصة في الصناعة الغذائية والبناء وقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وأصحاب الأفكار الريادية. كما نظم على هامش المعرض صالون اقتصادي بمشاركة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ورئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال، وتم من خلاله طرح ومناقشة عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها النهوض بالقطاع وكيفية تطويره وتفعيل دوره بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية. هذه الفعاليات توفر منصة تفاعلية بين جميع المهتمين من تجار ومستثمرين وشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية تحت سقف واحد لإتاحة الفرصة لصناع القرار والمهتمين للتفاعل المباشر وتبادل الآراء وإبرام اتفاقيات التعاون وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين. تابع الفوج السياحي الأوروبي رحلته التي شملت مناطق في الجنوب ليتجه إلى مدينة صبراتا ويستمتع بأثارها التاريخية العريقة. الجولة تأتي في إطار استئناف نشاط حركة السياحة في البلاد تحت شعار عدنا إلى حضن الصحراء. المزيد في التقرير الآتي. تعلق ليبيا آمالاً كبيرة خلال المرحلة المقبلة على الدور المهم والحيوي الذي يمكن أن يلعبه قطاع السياحة في تنوع مصادر الدخل القومي من خلال وضع الخطط التي ترمي إلى تطوير المناطق السياحية. ولا يأتي ذلك من فراغ، فقد مثلت ليبيا حلقة ربط بين أفريقيا وأوروبا عبر المراحل المختلفة من التاريخ، وتدل الشواهد والرسوم التي نحتت في صخورها على آثار للإنسان موغلة في القدم تعود إلى ما قبل تدوين التاريخ. الحقيقة نستمتع بأحضان مدينة صبراتة الغالية، صبراتة التاريخ، صبراتة الجمال، استمتع فيها السواح. وصلنا إلى آخر نقطة سياحية طبعا حدودية بتقدر تقول، وهي غات خرخوري أكاكوس. شاهدوا فيها الحقيقة جمال وروعة هذا البلد. الكل كان مبسوط ولا زال مبسوط وسيظل مبسوط إلى الأبد بوجوده في أماكن جميلة جدا قد حلم بها الكثير. فبعد رحلة لوفد سياحي من دول فرنسا وإيطاليا جابت عدة مدن ومناطق في الجنوب الليبي،
استقبلت مدينة صبرات الأثرية الوفد السياحي بعد رحلته جنوب ليبيا، إذ استهدف الوفد السياحي في رحلته المدينة الأثرية التي صنفتها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، ووقفوا على معالمها من الآثار الرومانية والبيزنطية ومسرح المدينة الأثري الذي يروي تاريخاً أثرياً غنياً بالحضارات، ويمثل أحد النماذج المعبرة عن معمار المسارح الرومانية، ويقع على مسافة 230 متراً من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. يتألف من منصة خشبية زينت واجهتها الأمامية بنقوش بارزة وأعمدة رخامية شامخة. هذا وتشتهر مدينة صبراطة بشاطئ رملي على البحر الأبيض المتوسط تطل عليه غابات الصنوبر والمتنزهات، ويوجد فيها سوق العلالقة وهو من أكبر الأسواق في ليبيا. ومن مميزات هذا السوق أنه مقصد لكل التجار من جميع المناطق الليبية. تعد هذه الزيارة لوفد سياحي كهذا الأولى من نوعها بعد توقف السياحة لسنوات بسبب ما مرت به ليبيا من أحداث وصولا إلى جائحة كورونا مؤخرا، غير أن السياح وكذلك الليبيين أنفسهم يأملون أن يشهد قطاع السياحة اهتماما من الجهات المسؤولة لإنعاش الاقتصاد الوطني. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المفوضية تفند نشر شروط الترشح لمنصب الرئيس وتؤكد عرضها فور تجهيزها من قبل البرلمان. في غلاسكو الملف الليبي كان حاضرا ورؤساء الدول أكدوا على ثوابت المرحلة القادمة. هذا الشهر جلستان خاصتان بالملف الليبي يعقدهما مجلس الأمن الدولي. تعهدات لدول الجوار الجنوبي بالتكفل بإخراج المقاتلين التابعين لها داخل ليبيا أبرز ما أنتجته مفاوضات القاهرة العسكرية. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني على الإنترنت libyaschannel.com أو على المواقع الاجتماعية فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.